السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم تلاميذي الأعزاء. براعم اليوم علماء المستقبل مع درس جديد من دروس اللغة العربية. في درس اليوم سنقوم بصياغة أسئلة للإجابات الموجودة، فهل أنتم مستعدون يا صغاري؟ هيا نبدأ. سنستخدم أين وماذا أداتا الاستفهام في صياغة الأسئلة، ولكن في البداية علينا أن نقوم بقراءة الإجابات حتى نستطيع صياغة أسئلة عليهم، فهل أنتم مستعدون؟ هيا نبدأ. والجواب الأول: أحمل فوق ظهري حقيبة. الجواب الثاني: يجري القلم فوق الدفتر. الجواب الثالث: أقرأ في كتابي أول درس. سنقوم الآن بصياغة أسئلة على هذه الإجابات. الجملة الأولى: أحمل فوق ظهري حقيبة. ممتاز. ماذا أحمل فوق ظهري؟ أحسنتم. الجملة الثانية: يجري القلم فوق الدفتر. أحسنتم. أين يجري القلم؟ ممتاز. الجملة الثالثة: أقرأ في كتابي أول درس. ممتاز. ماذا أقرأ في كتابي؟ من يعيد قراءة الأسئلة والأجوبة؟ ماذا أحمل فوق ظهري؟ أحمل فوق ظهري حقيبة. أين يجري القلم؟ يجري القلم فوق الدفتر. ماذا أقرأ في كتابي؟ أقرأ في كتابي أول درس. ممتاز يا صغيرتي، بارك الله فيك. هل وضعت إشارات الاستفهام بعد صياغة السؤال؟ نعم معلمتي، لقد قمت بوضع إشارة الاستفهام بعد طرح كل سؤال. إلى هنا نكون قد وصلنا لختام درسنا لهذا اليوم. ألقاكم في درس جديد وتدريبات جديدة، وحتى ذلك الحين أودعكم صغاري، وإلى اللقاء.